بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 27 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام في الدرس السابق إلى أن تكلمنا عن باب الكذب على الله ورسوله، ثم القول على الله ورسوله بلا علم، ثم تكلمنا عن شهادة الزور، وانتهى الكلام في الدرس السابق عن الكلام عن اليمين الغموس، وهذه كلها من كبائر الذنوب، وبينا آنذاك الأدلة الدالة على ذلك. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عدة أبواب متعلقة بكبائر اللسان، وأولها ما قاله المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قذف المحصنات وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الباب أيها الإخوة عقده المصنف لبيان كبيرة القذف. والقذف لغة الرمي، وشرعا هو رمي العفيفات بالزنا صراحة أو كناية بقصد. والمراد بالمحصنات هنا الحرائر العفيفات وليس المتزوجات، المراد بالمحصنات هنا الحرائر العفيفات، ويشمل غير المتزوجات بالإجماع في باب القذف بخلاف باب حد الزنا. وقد انعقد الإجماع أن حكم القذف يشمل كذلك قذف المحصن من الرجال، العفيف من الرجال، ولا يختص بالنساء، لكنه وجه إلى النساء لكون قذفهن أعظم ضررا وأكبر إثما. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، المقصود بالغافلات هنا وصف يراد به أنهن غافلات عن الأفعال المشينة، فكأن المرأة من عفتها تغفل عن الأمور التي تفعلها الزانية أو غير العفيفة. واعلموا أيها الإخوة أن من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ العرض، فالضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها خمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. ولذلك كان قذف الغير من كبائر الذنوب، ورتبت عليه هذه الأمور التي جاءت في الآيات والأحاديث، بل جعل القذف من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات. وقد رتب على القذف بالإضافة إلى ذلك حد دنيوي عظيم، حيث قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والقذف إما أن يكون صراحة، كأن يقول الإنسان: يا زاني أو يا زانية أو يا لوطي، هذا كله قذف صريح. وإما أن يكون كناية، وإما أن يكون كناية بألفاظ الكناية التي يتخذها الناس، لكن يكون بقصد. فإذا قذف الآخر كناية وهو يقصد قذفه بالزنا أو باللواط، فإنه قد وقع في هذه الكبيرة التي هي القذف.
ويرتب عليه الوعيد الدنيوي، الحد الدنيوي عفوا، والوعيد الأخروي. ومن قرأ أول سورة النور عرف عظم خطر القذف. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في أولها بعد أن ساق حادثة الإفك وتكلم عن خطورة الكلام عن الأعراض، قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالقذف من كبائر الذنوب كما ذكرنا وبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي: باب ما جاء في ذي الوجهين وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقوله تعالى: مذبذبين بين ذلك. ولهما عن أبي هريرة مرفوعا، لهما أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة مرفوعا أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون أشر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أنس مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التلون والتعامل مع الناس بوجهين، والتعامل مع الناس بوجهين. ما معنى ذلك؟ سيأتي بيان ذلك. ساق المصنف الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن من؟ عن المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في أول سورة البقرة أنواع الناس وأصناف قلوبهم، وهم ثلاثة: مؤمن، وهو الذي جاءت الآيات به في أول سورة البقرة، ثم كافر، وهو صاحب القلب الميت، الأول صاحب القلب الحي، والثالث هم الذين قال الله عنهم: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون. هؤلاء من؟ المنافقون، أصحاب القلب المريض. هؤلاء هم المتلونون، هؤلاء هم الذين يتعاملون بوجهين. إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بيّنوا الإيمان، وإذا خلوا إلى قومهم وإلى الكفار بيّنوا وأظهروا كفرهم. ولذلك قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وثم في سورة البقرة في بعد أن ذكر قصة البقرة قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهؤلاء هم الذين يتلونون، يأتون إلى المؤمنين فيظهرون إيمانهم، ويذهبون إلى الكفار والمنافقين فيظهرون حقيقتهم وهي الكفر. ولذلك ساق المصنف هذه الآيات في هذا الباب. ثم قال الله تعالى في الآية الثانية: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الآية أيضا جاءت في سياق المنافقين، قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني هؤلاء يذهبون إلى أهل الإيمان فيدعون الإيمان، ويذهبون إلى أهل الكفر فيظهرون كفرهم وحقيقة معتقدهم، هذا هو حالهم. ثم ساق المصنف قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وبين بعد ذلك العقاب الذي جاء في الحديث: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار، عقوبة له جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. طيب، ما المراد بالمتلون؟ ما المراد بذا الوجهين؟ هل كل إنسان يخفي في قلبه شيئا في تعامله مع الناس يكون متلون وذا وجهين، أم أن هناك فرقا بين من يراعي المصالح والمفاسد وبين من يكون حاله هكذا دائما؟ نعم، هناك فرق. ولذلك فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين المداهنة والمداراة. فالمداهنة محرمة، المداهنة محرمة، بخلاف المداراة فهي جائزة، فهي جائزة شرعا، وقد تكون في بعض الأحوال مستحبة، بل قد تكون في بعض الأحوال واجبة. والمداراة تكون إما حفاظا على المودة وإما دفعا للمضرة، هذا غالب حال المداراة، بخلاف حال المداهنة فإنه يراد منها إبطان النفاق والضلال وإظهار الإيمان والإحسان، هذا هو المداهنة. أما المداراة لا، تكون على نحو آخر. والمقصود بذا الوجهين
هو الذي يظهر خلاف ما يبطن في تعامله الدائم، وخاصة مع أهل الإيمان. أما الذي يتعامل بالمداراة في بعض المواقف لمصالح معينة فهذا لا بأس به. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب حفظ المودة الذي ذكرناه رخص في الكذب، كما قالت أم كلثوم في صحيح مسلم، رخص في الكذب في ثلاثة مواضع: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، أليس كذلك؟ لماذا؟ هذا حفاظا على المودة، هذا حفاظا على المودة. يأتي الإنسان فيكذب ليصلح بين الناس، هذا يقال له ذا الوجهين. تأتي أنت في مجلس فيقال لك: يا فلان، أنت كنت أمس في المجلس الفلاني، هل صحيح أن فلان تكلم عنا بسوء؟ تقول له: ما تكلم عنكم إلا بخير، وهو فعلا تكلم عنهم أمس بسوء، لكنك أنت كذبت. لماذا؟ للإصلاح بينهم، حتى ما تكبر المشكلة فيما بينهم. أتيت إلى زوجتك وزوجتك مثلا صنعت طعاما لم يكن طعمه جيدا، لبست لباسا لم يكن شكلها بذاك، وقالت لك: ما رأيك؟ هل تقول: قبيحة، الطعام سيء؟ لا، تكذب في هذا المقام. ومن جميل ما ينقل أن امرأة، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، يعني وجده مهموم، قال: ما بك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن زوجتي لا تحبني. فقال: ائتوني بها. فجاءت الزوجة فقال لها: أنت قلت كذا وكذا؟ قالت: يا أمير المؤمنين، نشدني بالله، أفأكذبه؟ يعني تقول: قال لي أسألك بالله تحبيني؟ قالت: نشدني بالله، أفأكذبه؟ قال: بلى فاكذبيه، بلى فاكذبيه. أكل البيوت بنيت على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالإسلام والإحسان. هذه هي المداراة. هذه ما تجي تقول للزوج: أنت بوجهين؟ لا، هذه هي المداراة الحسنة. صديقك في العمل كل يوم يبلشك بسوالف ما لها قيمة ولا لها منفعة، ثم أنت تجي تداريه تقول: ما شاء الله عليك يا فلان، يزي سوالفك، بس خلنا نكمل شغلنا. هذا مداراة، هذه ليست مداهنة محرمة. لكن أن تكون ذا وجهين، بمعنى أنك تذهب إلى أناس فتظهر أمر، ثم تذهب إلى ضدهم وتظهر أمر آخر. تذهب إلى أهل النفاق تظهر أنك معهم، تذهب إلى أهل الفسق تظهر أنك معهم، ثم تذهب إلى أهل الصلاح تظهر أنك معهم. لا، هذا لا يجوز. بل تذهب إلى أهل الفسق وتنصحهم، وتذهب إلى أهل الصلاح وتكون معهم. وهذا الواجب على المسلم أن يكون كذلك. لكن أن يتخذ المداهنة أمرا دائما، هذا هو المحرم. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن المداراة قصص عديدة، من ضمنها مداراة كانت لدفع المضرة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلا فاستأذن عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، أو قال: بئس ابن العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة، روايات متعددة. فلما دخل عليه ألان له القول صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قالت عائشة: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وفي رواية قال: متى عهدتيني فاحشا؟ ثم قال: إن شر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس، أو من ودعه الناس، أو من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. هذه مداراة. يجيك إنسان يبتليك، يبي يضرك، فأنت تداريه، تلين له القول، تبتسم في وجهه حتى ينصرف. هذه كلها من المداراة الحسنة. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يجوز أن تسمى المداهنة وسطية. ما يجي إنسان يقول: والله أنا وسطي، أنا أصلح مع الجميع، أنا أروح للفساق أجلس معهم، أروح للصالحين أجلس معهم، أروح للكفار يهود نصارى أتماشى معهم، أجي للمسلمين هذه ما هي بوسطية، هذه ما هي بوسطية، هذه هي حقيقة المداهنة. ولكن الوسطية أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان يبغض أهل النفاق ويبغض أهل الكفر ويعاديهم ويقوم معهم بما أمر الله به جل وعلا، وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة في التعامل معهم، مع المنافقين ومع الكافرين. نبر الذين يبرون ونقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين، ونعادي من يعادينا. هذه عقيدة الولاء والبراء، هذه ما هي مداهنة، هذه أصل العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ولا تسمى المداهنة وسطية أبدا، وإنما المداهنة محرمة، والوسطية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.